السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. تحية إليكم أينما كنتم، سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. المهم هذا الفيديو غادي يكون واحد الفيديو قصير، هو واحد الفيديو إخباري، بغيت نوصل لكم واحد الحاجة. وكما راكم عارفين الخوت، مدة بلي راني خدام في هذه القناة، وراكم تشوفوا راني قدمت مجموعة ديال الفيديوهات اللي كانوا على شكل دي فلوغ. كنت كندير جولات داخل مدينة بركان ولا إقليم بركان ولا في النواحي، وشي مرات كيكونوا خرجات في مناطق طبيعيه الى غير ذلك. قررت البارح انني ننشا واحد القناه جديده بتاريخ 24 في الشهر. المهم ما عرفتش فوقاش غادي نحط هذا الفيديو بالضبط. المهم راني درت، المهم هو انني درت واحد القناه جديده اللي غادي تكون تعليميه، يعني بعيده على هذا الشيء ديال لي فلوغ وعلى هذه الجولات اللي راني ندير، محتوى مختلف. وهي قناة تعليمية خاصة بمادة الرياضيات. في هذه القناة غادي إن شاء الله نقدم مجموعة ديال الفيديوهات اللي فيهم دروس وتمارين وبزاف ديال الحوايج اللي إن شاء الله يكونوا متعلقين بمادة الرياضيات. وهذا هو التخصص ديالي، يعني هذا الشيء عمرو ما شاركته في اليوتيوب. كنت دائما كندير جوالات، عمرو ما هدرت على راسي وقلت واش هو التخصص ديالي ولا شي حاجة. المهم بغيت نقول لكم أنني يعني أنا أستاذ ديال مادة الرياضيات، وهذه القناة غادي تكون مستقلة على هذه القناة ديال لي فلوغ، يعني قناة أخرى خاصة بمادة الرياضيات اللي غادي نديرو فيها بزاف ديال لي فيديو. إن شاء الله غادي يكون داك الشيء انطلاقا من الدروس ديال التلاميذ بالنسبة لجميع المستويات اللي غادي نحاولوا إن شاء الله نطرقوا لهم. وأيضا غادي يكون في الفترة ديال الامتحانات مجموعة ديال الفيديوهات اللي فيهم تمارين وتصحيح ديال بعض الامتحانات استعدادا للامتحانات الجهوية والوطنية إلى غير ذلك. اذا هذا الشيء اللي كاين الخوت، ونتمنى انكم تدعموني بالاشتراك في القناه الجديده. دخلوا، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في الوصف ديال هذا الفيديو. دخلوا كاملين ديروا لي ابوني تما، وشاركوها مع التلاميذ الى عندكم شي تلميذ او تلميذه ولا شي اب ولا ام عنده شي تلميذ في شي مستوى بغى يتعلم ماده الرياضيات. مرحبا بكم كاملين. وغادي ان شاء الله نبداو شويه بشويه في ديك القناه، وغادي نبقى كل مره ندير شي فيديوهات تما. وكمعلومة راه كانت هاد القناة عندي من قبل، واحد القناة ديال الرياضيات قبل كاع ما ندير هادي، وكان فيها تقدمت فيها مجموعة ديال الفيديوهات، ومن بعد صافي ديك القناة ما بقاتش. ولكن إن شاء الله غادي نسترجعوها وغادي نحاولوا نديروا فيديوهات جديدة. إذا الخوت، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الفيديو، وطبعا وصلتكم المعلومة وتستمتعوا، ونتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا في الفيديوهات اللي كنقدموا في هذه القناة. ومرحبا بكم في القناة الجديدة، إلى اللقاء.